ربما شاهدت أو امتلكت سيارة من نوع فولكسفاجن، لكن هل خطر ببالك أن هذا المصنع الألماني ينتج شيئاً آخر لا يمت بأي صلة لعالم السيارات؟ إنها نقانق فولكسفاجن. في المصنع العتيق لشركة فولكسفاجن في مدينة فولفسبورغ شمال ألمانيا وبالقرب من آلات تجميع وصناعة السيارات، تجري عملية إنتاجية مختلفة لنقانق شهيرة تسمى كوريفورس، بدأت عام 1973 وما زالت قائمة حتى الآن. نقانق بصلصة الكاري، بدأت هذه الوجبة كطعام للموظفين في المصنع، لكن شهرتها المحلية أوصلتها إلى مصانع الشركة في ألمانيا وأمريكا والهند والصين. جودة هذه النقانق وطعمها الفريد بحسب محبيها أهالتها للخروج من دائرة موظفي مصانع فولكسفاجن، وأصبحت متاحة على رفوف المتاجر الكبرى، وتباع منها ملايين القطع سنوياً، وتروج لها الشركة خلال أنشطتها التسويقية وفي مؤتمراتها السنوية، وتحولت إلى جزء من ثقافة فولكسفاجن.